إطار محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة بتهريب والمتاجر بالمخدرات، أين تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة بتهمة جناية حيازة ونقل وتخزين المخدرات كوكايين وكيف معالج لغرض الاتجار بها بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة. يعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخدرات، على إثرها تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف أفراد العصابة مع حجز 43.8 غرام كوكايين وحجز هاتفين نقال ومركبة سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم مع تقديمهم أمام الجهات القضائية بعد استيفاء إجراءات التحقيق.